طبعا هذه الأسئلة أتتني كثيرا. لما أشعر بالاكتئاب بعد الانتهاء من ممارسة التأمل؟ لما أشعر أحيانا بضيق من الداخل بعد ممارسة التأمل، بينما كان الهدف هو الاسترخاء والتخلص من التوتر والقلق؟ الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس هو يجب أن نمارس 10 دقائق رياضة قبل ممارسة التأمل. والرياضة ليست رياضة متعبة رفع أثقال وإن كان هذا الشيء، لا، الرياضة هي تحريك العنق، تحريك العين على اتجاه عقارب الساعة لمدة 20 مرة، تحريك العنق 20 مرة، تحريك الأكتاف، القدم، الظهر، يعني التمارين بحيث أنها تحرك الجسد بالكامل. بعد ممارسة التمارين ندخل في التأمل، والهدف من التمرين قبل التأمل هو تحريك الدورة الدموية في الجسد، بحيث أن أثناء ممارسة التأمل تكون استقبال الطاقة سهل جدا ومفيد. وبعد الانتهاء من التأمل نمارس تمرينا لمدة 10 دقائق، وهو القفز. أثناء القفز نفتح يدينا وأقدامنا، وأثناء القفز مرة أخرى نغلق يدينا وأقدامنا. الهدف من القفز هو التخلص من تلك التشوهات وتلك الطاقة السلبية التي بقت متجسدة بعد التأمل، فنتخلص منها بالكامل ونحصل على الفائدة من التأمل. إذن 10 دقائق قبل ممارسة التأمل رياضة بسيطة، 10 دقائق من القفز والحركة الجسدية بعد ممارسة التأمل، ونتخلص من أي شيء. هنا تكون التمرين التأمل الصحيح والمناسب الذي نحصل به على الفائدة. شكرا متابعين قناة أخطر جلسة التأمل. هدفنا رفع وعي البشرية إلى عنان السماء. أخطر جلسات التأمل.